السلام عليكم يا جماعة الخير، معكم علي من قناة انفيني جيم. اليوم جبت لكم نسخة تجريبية من لعبة ليتل نايت مير 2 يا جماعة الخير. انا ختمت الجزء الاول وبصراحة كان ممتع جدا، اللي ما لعبها انصحك بشدة تروح تلعبها. اما اليوم راح نلعب نسخة تجريبية من لعبة ليتل نايت مير 2، فخلونا ما نطول بكلام ونبدأ نلعب. طيب يا جماعة الخير، خلونا نبدأ نضغط اكس ونبدأ النسخة التجريبية من هذه اللعبة يا اخوان. كما قلت لكم في البداية انصحكم بشدة تروحوا تجربوا الجزء الاول من هذه اللعبة يا اخوان، لانه صراحة ما يتفوت ابدا، فانصحكم بشدة تروحوا تجربوها. فاليوم بنشوف اذا كان النسخة التجريبية من جزء ثاني نفس المستوى الجزء الاول يا اخوان. فخلونا نتابع هذا المقطع ونشوف ايش بيصير هنا. يا ساتر ايش هذا؟ فما هذا البوابة؟ هل هذا هو البوابة الى الكوابيس يا اخوان؟ شكله هو ذا الباب اللي وصلك الى الكوابيس. اوكي، الصوت عندي شوية كذاك يعني عالي، فلازم اخفضه، لان هذا اللعبة شوية فيه نزقات يا اخوان، لكن ما نفس النزقات ما نفس لعبة فيزاج، ولكن فيه نزقات يا اخوان. هذا الشخصية اللي قاسي نلعبها الحين اسمها مونو، يعني هو ولد صح ما بنت، فاسمه مونو يا اخوان. انزين، وفي شخصية ثانية راح نلعبها بعد، واحد اسمه 6 انزين، وهذا اسمه مونو. يس، صراحة اللعبة يعني شوفوا كيف، يعني شوفوا يا اخي، شوفوا الارت، شوفوا كيف الفن في هذه اللعبة يا اخوان. يعني الجرافكس بصراحة ممتاز جدا. وش اللي تحت هناك؟ في صار شيء تحت هناك، في حد ميت تحت يا اخوان، حد ميت تحت. فهل اقحم؟ زين ما علمتوني كنت اريد اقحم لكن ما صار. يا الحبيب ايش صار هنا؟ هل هذا جثة ولا ايش؟ انا ما احس كأنه جثة ولا ايش، مش واضح يا اخوان. اتوقع جثة اذا ما خاب ظني. المهم ما علينا، خلونا نقحم. يوب، قحمنا. اوكي، من الواضح احنا في الغابة، شيء من الغابات. خلينا ندخل هنا. وش نسوي الحين؟ اذا ممكن تفهمون اللعبة وش نسوي؟ اها اوكي، تسحب زين، بعدين كيف اذا بتسوي كراوتش؟ اوكي، L2 كراوتش زين. يا ساتر، وين رايحين احنا؟ وين رايحين؟ شيء نعال يا اخوان، شيء نعال، وشيء جثه ثانيه هناك متعلقه فوق. بشيل النعال انا. تعال 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 تعال، باغنك، تعال يا نعال، بتجي معاي انت، بتجي معاي هنا، ما يكون وحدي. كيف اذا بغيت ترمي؟ ينفع ترمي؟ ما يصير ترمي؟ ما يصير. لا ابوي، مش فاين نجيب العيد. فاحسن نتحرك من هذا المكان، لاني احس ان ذاك اللي القثه شيء اكثر عن جثه هناك، ما جثه واحده، تقريبا يمكن ثلاثة. فأحسن نتحرك عني، يطلعوا لنا من ذاك الكيس اللي متعلقين فيه. أوكي، عادي نقحم هنا، إذا قحمنا ما بنموته. لس جنبه، طلع ما يموت، أموره طيبة. اللعبة شوية مختلفة عن الجزء الأول يا إخوان، ما واجد، لكن يعني البيئة اللعبة مختلف. اما طريقة اللعب نفس الشيء، ما متغير تقريبا. انا لعبنا تقريبا من 2018 ولا كم كانت، 2018 ولا 19 حتى ما اتذكر، لكن ما لعبت في القناة لاني كان ما عندي قناة ذاك الايام. فا يس، اتوقع نسحب هذا الشيء. ايوه اوكي، لحظة بسحب من الصوب الثاني احسن. ايوه من هنا احسن، اسحب. اوكي يا حبيبي، يا مونو اقحم سيده. انزين، لحد الحين ما واجهنا اي شيء يا اخوان، فلحد الحين الامور طيبه، ما فيش حاجه.
اوكي هذا طبق فلشي قال وي سبرنت سبرنت يا حبيبي اللعبه يا اخي فهموني قبل يا اخي فاجوني كيف بدك تفاجوني ما يصير يا اخوان قسم بالله ما يصير اوكي اذا اركض 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 اسرع اسرع يا حبيبي اسرع يا مون اسرع خليك سريع خليك سريع اوه والله عارف كيف يفاجوني طب شوي كنت اقول انه ما صار شيء وبعد دقيقه بس صار شيء هنا في حبل فهل نروح من هنا نقحم هنا يمكن لكن ما اتوقع هذا لا ما اظني قد تروح من فوق هنا ما يصير صح لا ما يصير اتوقع ما هنا يمكن من هنا نروح شكله من هنا لكن ايش فائده ذاك الحبل اللي هناك اتوقع شيء لغز يا اخوان هنا شيء لغز متأكد ان شيء لغز هنا انزين السؤال كيف تو بنروح فوق كيف بنروح فوق من هين بنروح لاني ما حصلت اركض 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 يا حبيبي من هنا يمكن اخوان من هنا اتوقع ايوه من هنا ما شفت هذا الغصن هذا تعال انا بركض بقحم يلا هو اقحم اقحم كيف ما قدر يمسك الا اسم الحبل ولا لازم تضغط شيء يعني ممكن تضغط R2 لحظات ايوه لازم تضغط R2 يا اخوان من دون R2 ما يصير اوكي خلونا ننزل هذه على اساس المر اتوقع هنا يكفي بس 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 يا بسرعة بسرعة اسرع اسرع خليك اسرع حلو لحد الحين يا اخوان صراحة انا مستمتع في اللعبة اللعبة كذا يعني يخليك تلعب انزين وش اسوي الحين تحت اوكي في شيء تحت هل ننزل من هنا اتوقع ننزل من هنا بعدين عاد نتسلق شكله لازم نتسلق سهل في تسليق يا اخوان ايوه طلع صح طلع صح كلامي اركب اركب يا مون اركب خلينا نطلع من هذا الغابه الغابه هذا الغابه كئيبه اركب اركب بعدنا ما تلاقينا مع 6 يا اخوان 6 اللي هو اللي لابس هذاك الجاكيت الاصفر اوكي وش فايده هذا القوات يا اخوان هل بنستفيد منه يا اخوان هنا في مسمى هنا في مسمى في فخ يا اخوان شايف اوكي كيف فهمت يا اخوان اتوقع لازم تاخذ هذا القوتي انزين وتعقبه عند الفخ لحظه دي واحد ثاني اقا هنا اوكي اتوقع ككلام تسوي تاخذ القوتي انزين يا اخوان وتعقى هنا يا بيبي لا تقصوا علي ذيس از مي يلا نروح نقحم هنا انسى لازم تضغط R2 اذا ما تضغط R2 ما يمسك اوكي هذا الفخ ما يفيدكم انزين بننزل هنا شيء فخ ثاني كانه شيء فخ ثاني ايوه يا اخوان في فخ هنا شيء واحد وهنا بعد شيء واحد وشيء ثالث هناك قدام انا احس انه بيطلع لي كم واحد في هنا اكثر عن فخ هذا الفخوخ الدببه انزين اتوقع لازم اخذ الغصن اوكي وديه تعال 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 ليش عقيت به؟ عقبه هنا ايوه حبيب والله طلع العقل شغال عندي انا العقل عندي شغال
هذا ما هذا اكيد ما حاطي لك ببلاش هذا القسم، اكيد في شيء هنا. بعق هذا؟ ايوه خليني اضرب كذا. بضرب كذا يا اخوان. شفتوا؟ شفتوا ايش اللي صار يا اخوان؟ قلت لكم ان الغسل ما يحطوا لك ببلاش ترى. اتوقع ان لو طحت انا اموت. لازم اقحم. هذا وين اشتغلت شله؟ نفس الحاله، في شيء هنا اخوان. اوكي كذا سالفتكم. بعق هذا صب. هنا هنا يدعق هنا 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 عقه هنا. اها في غيره، اتوقع في غيره يا اخوان. يكثر عن فخ هنا. كيف انزل يا اخوان؟ احس اذا نزلت احس كانه في واحد ثاني يا اخي. بنزل انا، انا بقحم، انا بقحم يا اخوان. اقحم. اوكي حقه هنا، حقه. يا ساتر يا ساتر. اوكي شيء واحد هنا يا اخوان. لحظات لحظات، ممكن اشيل هذاك الفاكهة؟ ممكن اشلك؟ تعال انزين بعدين. اوكي بحاول اشله معي. عقه هناك. وين راح؟ راح بعيد يا اخي، راح بعيد يا اخوان. انا بقرب اركض واقحم، بقرب اركض واقحم يا اخوان. اوكي اوه يا ساتر، كان شويه واطيح لحد الحين. امورنا طيبه اخوان، متنا مره واحده بس، لان هذيك الساعه اللعبه ما قالوا لي ان مربع تركض، ففاجوني بذاك الغصن ذاك الشجر. ابو كان يتقحمي. هنا في شيء يا اخوان. هذا ويش؟ هذا ويش؟ بس كذاك يعني؟ صرنا شيء بيت يا اخوان، شيء بيت. هل تتوقعوا هذا البيت في حد داخله؟ شكله انا اقول لكم انه في حد داخل هذا البيت. هذا البيت شكله ما شيء بعد شيء. شوف ليتات، شيء ليتات داخل داخل البيت، يعني حد داخل داخل البيت. في كنا حد هنا محبوس. شكله تدخل من هنا يا اخوان، تدخل من هنا، من هنا تدخل. اوكي كيف ذا بات؟ نسيت كيف بات او كراوتشنج. اوكي التو كراوتشنج يا اخوان. شكل هذا هذا الشخص اللي ساكن في هذا البيت انسان ما طبيعي يا اخوان. انت شوفوا المطبخ كيف شكله. اوكي انت شوفوا المطبخ كيف شكله، شوفوا الطالب هذا وش قاعد يطبخ هذا. فانا اقول لكم ان هذا الانسان ما طبيعي. ما اعرف عاد اذا بتصدقوني ولا لا. اي شوي 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 شوي، لا تطيح الغرشه. انا يجينا ذا الزباله هذا. اوكي انا بروح من هنا، انا افتح الثلاجه. انا اقول لكم يا اخوان شوف هذا الخيوسه، هذا الانسان خايسر اللي ساكن في هذا البيت. بفتح الباب يا اخي. الجرافيكس يا جماعه، انتوا ركزتوا على الجرافيكس؟ الجرافيكس صراحه ممتاز يا اخي، والله يعني الجرافيكس ممتاز يا اخوان. عجبني كيف اسمه ذاك الارت في هذه اللعبه، حتى الشخصيه. شوف 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 الشخصيه كيف كيك مره عسل. اتوقع اقدر افتح هذا اسمه؟ لا ما يصير. بنروح من هذاك الباب يا اخوان. اتوقع الطريق من هنا بيكون، لان ما في شيء هناك. ايوه ادخل من هنا. يا ساتر، لحد الحين ما لقينا صاحب البيت، فعسى ولا يشوف شكله. انا هنا شيء فأس يا اخوان، هنا شيء فأس. اوكي لو لاحظتوا انه تغير ترى الساوند تراك. من هذا؟ شيء طفل يا اخوان.
مشغل اغنيه ليتل نايت مير. حبيبي اذا ممكن تخبرني كيف اجيك، لان اريد اجيك لكن اسمه من فاس يا اخوان، شيء فاسنا هو ذا من لازم اخذ الفاس. ايوه احلب بس تمزح معاه انت، انا ما اقدر شله. والله انك مونا انت دمرتنا تراك. بروح هنا اشوف اذا في شيء وبرجع له هذا. شفاء الثاني هنا. ايوه تعال قعنك انت، بس امتعنا بهذا الله الأغنية يا أخوي، أنت امتعنا بس أنا قاينك جاي أطلعك من هذا ال الاكتئاب. لحظة لحظة، اضرب 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 يا حبيبي اضرب. اسمح لي فاجأتك شوية مسكين، والله انتزق يا أخوان على باله شكله ذاك أبو ساكن هذا البيت في هذا البيت. حبيبي تعال، هل هو ذا سكس؟ لكن ما أتوقع أنه هو ذا سكس، هذا واحد ثاني. ما أتوقع أنه هو. أيوة تعال، أنا ما أنا 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 مسالم، أنا شو كيف شكلي أنا مسالم، لابس ذا الكيس في 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 راسي. ليش شرد هذا؟ ليش شرد؟ أنا جا متعني وقابل لك فاس وكسرت الباب، في النهاية تشرد عني ليش؟ صح إنك زاه راح فوق. نلحقه ايش؟ بروح معاه بلحقه انا يا اخوان. اركب 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 اركب. هذا ما فين راح، هذا انا حسب يدينا عند ذاك ال شفته وين؟ هنا موجود. تعال يا زريبه تعال، لا قستشرد يا حبيبي لا قستشرد. هذيلا مسمى ناس ولا هذيلا ناس يا حمار، وين رحت انت؟ راح هنا فوق يا اخوان، راح هنا فوق هو. بتسلق بتسلق يا اخوان، راح فوق هو راح فوق. ايوه شوفوا شكله ذاك، شوفوا شكله ذاك اللي الولد الصغير. يا ساتر يا زريبة، انت مو قاعد تسوي هنا؟ هذا يقول لك انه شيء مسمى شيء باب ولا شيء سطحي يعني فوق، لقد تروح السطح. كنا قاعد يفهمني يعني، ايه شوف يقول لي تعال، يقول لي تعال. بيساعدني يعني اساس نزل هذاك اللي اسمه الدرج. اوكي؟ ما طلب شيء حبيبي، بنزل الدرج. طاح قوت يا اخوان. يا اخوان سمعت الصوت؟ في حد يا خلا 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 خلا، اركب اركب معي تعال 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 تعال. مسمك اللي معنا كسم يا الزريبة، ايش هذا البيت الغريب هذا؟ تعال تعال يا حبيبي تعال تعال معي تعال تعال تعال. مسكت يده. تعال 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 خلا خلا، لا تخليني وحدي. تعال ادفر معي ادفر، والله طلع منك فايدة اخوي، طلع منك فايدة حبيبي. خلا تركب خلا أساعدك. تعال 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 حبيبي تعال اركب خلا خلا يلا. اوكي ترى اسمع كلام يا اخوان، اسمع كلام. شيء مفتاح هنا، شيء مفتاح ويحتاجنا، لكن هذا اللي اسمه المقبض عساس النزل المفتاح اتوقع. وين بيكون؟ ايوه ايه اعطيني 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 بوش اعطيني بوش. اوكي شكله هنا بيكون المقبض، بنزل من هنا كراوتشنج. شكله هنا بيكون يا زريبة. عندها هي، عندها هي المقبض يا اخوان. من اسمك من اسمك من اسمش قصدي حبوه، انا اريد اريد المقبض اذا ممكن.
يا ساتر، قشعت ادهنا. هذول الدمى، لكن هذول ما ناس يا اخوان، هذول الدمى ما ناس، ولكن كيف دمى وعايشين ويطبخوا؟ ما فهمت انا، ما ليش كسا امشي بكذاك. ايوه قطعت. بتشل انت؟ بتنزله؟ اوكي والله انك مفيد. نزل حبيبي، نزل نزله. لحظة. خلا والله انا فاهم هذا اللعبة كيف يلعبوها. جمب حلو. طيحته على بالي، ما طاح. اوكي هذا المفتاح حل ذاك الباب صح؟ كان شيء باب هناك مسكرينه بالقفل يا اخوان، فاتوقع نروح هناك الحين، نرجع ورا يعني. هلا تعال. اذا ممكن تعطيني بوش، يصير تعطيني بوش. كيف عقب؟ اوكي لازم تفتح اسمه الدرج يا اخوان اساس تركب. تعال يا حبيبي، لا 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 تقص وحدك، لا تقص وحدك لاني انا محتاج انك ومسمع وما يدقص وحدي. اوكي والله يا اخوان اللعب صراحه ممتازه. اذا اللي ما لعب الجزء الاول ضروري راح تلعب الجزء الاول، انا متاكد انك راح تستمتع. هذه اللعبه صراحه تحفه، والله تحفه. هذا القفل يا اخوان، هذا القفل اللي كنت اتكلم عنه. خلا اسمعك، خلا جيب يدك، جي معاي انت. خلا تعال تعال يا حبيبي. شيء يا اخوان، شفت هذا الاسم؟ شيء بصمات هنا اخوان، شيء بصمات. اوكي فاتوقع حد موجود هنا، اتوقع حد موجود يا اخوان. اوكي هل نتفر هذا؟ ايوه نتفر. ايوه ادفر معاي، ادفر معاي. انا بسميك شيء انت، بسميك اسمه المساعد، اسمك المساعد. اوكي انا بقحم لحظات و جمب. اوكي انت جلس هنا، انا بجيك اخوان. في حد قص يقص اسمه لحم. هذا قاعد معاي، في حد قص يقص لحم يا اخوان، يقص الجلد اتوقع. يا حبيبي من اسمك انت تقص لحم؟ حل ويش حل ذي حل عيد شيء مشاكيك شيء شو شيء كذاك شيء. انا بس جاي اسمه باغي امر اذا ممكن جاي اشيل هذا ولدك. اذا ولدك كان حزين في هذا البيت فباغي ينتقل. وين نروح يا اخوان؟ هل نروح هنا؟ اتوقع هنا. ادفر 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 يا عزيزي. ما نقدر ندفر، ليش؟ انا ميت. وش المفترض نسوي هناك؟ انا ما فهمت وش نسوي، لان ذاك الباب كان ما اسمه ذاك الباب ما كان اللحظات. لازم شغل مخنا عساس نفهم وش نسوي. هذا عنده سلاح يا اخوان، عنده سلاح. انا ما فهمت وش نسوي. اوكي هذا الباب ما يتفتح، اتوقع هنا يا اخوان. ايوه هنا 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 يا اخوان. اشرد اركض باسمك المساعد اركض. قتلني يا زريبي. ايه هنا 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 هنا. اوكي ورا خلي المساعد هنا. اوكي كمل اقحم. اوف نستغب هنا يا اخوان، بنستغب هنا. اقول لك راحتك نفس اسمها جونيت عيش.
لو كنت ما ملاحظ يعني. روح خلاص، نحن صرنا زي الحشيش، ما بتشوفنا صح يا الزريبة. اطلع من هنا. هذا بحر قاسي يدور يا اخوان. يا اخي روح قصقص اللحم مالك. ايش مو تريد مننا؟ نحن اطفال. اوكي اقول لك اذا بقى تمسك. تعال حبيب، خلا 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 من اسمك. خلا خلا تعال خلا خلا. اتوقع راح. تعال تعال خلا يا تعال تعال جيب يدك. خلا نروح. ايه يا سريب، هنا شكل الامور ما طيبه. يا ساتر، انا احس الحين بيلف يا اخوان. لا لا لا، المفروض ما نكون في الضوء. المفروض ان اذا لا 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 المفروض ما نكون ما يعني لو هذاك اسمه اتوقع. لا 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 شوي شوي يا اخوان، شوي شوي ما نستعجل. بدخل في هذه الحفرة بسرعة بسرعة. ليش استعجلت انا يا اخي؟ استعجلت قاس اقول ما نستعجل واستعجلت. God damn it. تعال مسمك، تعال مساعد. لا 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 يا زريبة، لا يا زريبة. هيك الساعة استعجلت يا اخوان، مفروض كان يعني خلاص امشي شوي شوي ليه ما وصل لذاك الاسماء ذاك الحفرة ذاك. والله انت قونيه. لا لا روح شوف هناك، شوف الصوب الثاني يا اخوان. كيف نتحرك؟ لحظة بنوقف هنا. انا اقول لكم تعرف ايش الشردة بتكون الشردة الشذا الحين الحين ايوه الحين. خلا 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 المساعد. شكله خلصنا النسخة التجريبية يا جماعة الخير. بصراحة كان يعني تجربة ممتعة جدا، واللعبة راح تنزل في تاريخ 11/2/2021 يا جماعة الخير. وان شاء الله أول ما تنزل اللعبة راح ألعبها وراح أختمها في القناة. واكتبوا لي في التعليقات ايش رايكم في هذه اللعبة، اكتبوا لي ايش انطباعكم الاولي في هذه اللعبة يا اخوان، ولا تنسوا تدعمونا باللايك والشير والاشتراك. كان معكم عادل من قناة تنفين جيمينج، ملتقانا في الفيديو القادم. السلام.